جيلاند، نعرف احنا الكيتويتري جيلاند بي الموجودة وهي ضمن الكومبوننت اوف ذا برين بسيلة تورسيكي، وهي فيري امبورتنت جلاند، سمول جلاند بس كلش امبورتنت لانه ريسبونسبل فور ماني هرمونز، يعني بتعطينا هي اصلا تفرز لنا هرمونز اللي هي مسؤوله عن ريجوليشن اوف اذر هرمونز بالاذر بارت اوف ذا بودي. احنا نعرف اذا تتذكرون بالاناتومي والهيستولوجي والفيزيولوجي ما اخذيها تتكون من تو بارتس، الانتيريور بارت والبوستيريور بارت. الانتيريور بارت اللي ينطينا الاي سي تي اتش اللي يشتغل على الادرينال والكورتيزول وجماعته، وتعطينا الاف اس اتش والال اتش وجماعتهم اللي تدخل في موضوع الجينيتال سيستم والبريجننسي وكذا، وتنطينا الجروث هرمون. الانتيريور لوب يسموه الادينو هايبوثيسيس، والنيورو هايبوثيسيس هو البوستيريور لوب او البوستيريور كومبوننت. البوستيريور راح يعطينا الاي دي اتش هرمون اللي هو responsible for the water retention وكذا، والديزيز اللي راح يطلع منه ايضا راح نجي باختصار. عندنا الهايبر فانكشنينج مال البيتوتاري نسموه هايبر بيتوتاريزم، وهايبر بيتوتاريزم اللي هو العكس ما تراه يصير ديكريز بالاكتيفيتي مالته. الهايبر بيتوتاريزم اكثر شيوعا احنا ونشوفه بالاندوكرينولوجي، نشوفه بالكلينيكال part. الكوزز مال هايبربيتوتاريزم ليش يصير هذا الهايبر فانكشنينج بالبيتوتاري جلاند، ممكن كوزز هي تابعه للبيتوتاري نفسها وممكن اكسترا بيتوتاري. مثلا اللي بالبيتوتاري الموست كمان وان، وهذه مهمه اجيب لكم اياها بالام سي كيو، الموست كمان كوز اوف هايبربيتوتاريزم تقولوا لي الادينوما، بيتوتاري ادينوما، لا الهايبربليجيا ولا الكارسينوما ذني تعتبر يعني از فريكونسي وراهن. الادينوما هي الموست كمان. الادينوما نقسمها هسه نجيها الى مايكرو ادينوما وماكرو ادينوما. الهايبربليجيا ايضا يسوينا انكريز الفانكشن، والكارسينوما ايضا. الكارسينوما طبعا يعني اكيد بالايرلي ستيج، بعدين راح يسوي لنا ديستركشن وانفيجن وكذا، ممكن بعدين يعني تسوي لنا هايبر فانكشنينج، بس ايضا هي وحده من الكوزز مال الهايبر فانكشنينج. الاكسترا بيتوتري كوزز يعني كوزز ما تاب على البيتوتري نفسها، مثلا عندنا البارانيوبلاستيك سيندرومز اذا ما فيها العام المفروض ما فيها بالباثولوجي او سامعين بها بالكلينيكال. البارانيوبلاستيك سيندروم او افكت انه هو مثلا عندنا بس تيومر في مكان معين يفرز لنا هرمون ما له علاقه هو يعني بالموضوع، مثلا يعني خصوصا ذني التومرات مال اللنج هو عندنا يسوي لنا بارانيوبلاستيك سيندروم، مثلا يعطينا اي سي تي اتش هو باللنج تيومر ويعطينا اي سي تي اتش، راح يضرب لنا الادرينال، راح يضرب لنا البيتوتري، راح يسوي فيدباك ميكانيزم ويسوي انهبيشن او يسوي انكريز بالسكريشن اوف هرمون معين. مثلا عندنا الرينال سيل كارسينوما ايضا كلش كمان تعطينا اكثر من هرمون، الافكت مالتها بارانيوبلاستيك سيندروم واحد من عندهم مثلا الاريثروبويتين اللي يسوي لنا هايبر بوليساي او بوليسايثيميا ايضا الار سي سي نلقيها. ويعني عندنا تيومرات متعدده ما نقدر نحصيها هسه، بس واحد من عندهم هو هذا النيورا الاكتوبيك هرمون برودكشن اللي نسميه بارانيوبلاستيك سيندروم. سيرتين هايبوثالاميك ديزوردرز خصوصا دول يا جماعه يعني الهيريديتري ديزوردر والجينيتيك ديزوردر اللي ما دخلتكم بتفاصيلهن، بس ممكن يكونن كسكندري كوز او اكسترا بيتوتري كوزز اوف هايبر بيتوتاريزم. نجي على اهم كوز عندنا والموست كمان وان اللي هو البيتوتري ادينوما. البيتوتري ادينوما يقسموها حسب السايز مالتها الى ماكرو ادينوما اكثر من 1 سي ام، والى مايكرو ادينوما الموست كمان وان اللي هي اقل من 1 سي ام. وطبعا فانكشنال او فيزيولوجيكال يقسم الى فانكشنال ادينوما ونون فانكشنال. ان فانكشنال ادينوما اللي هي تفرز لنا هرمون يعني اكو تيومر وينطينا هرمون، النون فانكشنال لا مجرد انه صاير هايبر بليجيا بالسيل ما ينطينا هرمون معين، لكن ايضا اكيد بي افكت يعني خصوصا مثلا السايز يسوي لنا كومبريشن على الادجيسن سيل، وبذا بعدين راح تطلع لنا السيمبتومز ريليتد تو ذا سايز اوف ذا تيومر. بالنسبه للفانكشنال هي الموست كمان ادينوما، وايضا تقريبا اكثر الفانكشنال هي تكون المايكرو ادينوما. طبعا وممكن تكون يعني مايكرو ادينوما ايضا سايلنت يعني تكون فانكشنال او نون فانكشنال يعني، بس الاكثر شيء المايكرو تكون فانكشنال.
اوكي عندنا زين الادينوما هي شنو؟ طبعا هذا الجروس فيتشر مالتها هذا البرين، وهذه بالنص تشوفون هذه الماس اللي الكلر مالتها شويه يختلف وبها مناطق صاير شويه هيموريج، وهذه هي هذه طبعا ماكرو ادينوما تشوفون ماخذ تقريبا نص البرين، هذه مور ذان 1 سي ام. الافكت مالتها تشوفون شلون مسوي ديستورشن بالبرين، فهذا الافكت راح السيمبتومز اكيد راح تطلع لنا نتيجه البريشر افكت مالتها. الادينوما هي شنو؟ احنا اي ادينوما عندنا، واخذنا قبلها هواي ادينومات، اي ادينوما هي من اسمها بناين، ادينوما يعني بناين، راح يصير هايبربليجيا في سيلز معينه فتعطينا هذا الباثولوجي اللي يسموه ادينوما. زين، وقلنا انه صار سكريت هرمون وصاموا ماكرو حكيناهم. يقول الماكرو ادينوما انه الافكت مالتها من البريشر. اوكي، الجروس فيتشر شفنا بالصوره عاده تكون سوفت ويل سيركمسكرايب، لانه احنا في يعني ادينوما هي بناين اكيد راح تكون ويل سيركمسكرايب او شاربلي ديماركيتد اذا ما بيها كبسول. عندنا الانفيزيف ادينوما، هذه احنا الادينوما البناين ولما تتحول الى مالجنت ما نقدر نفرق بيناتهم بالفيتشر مال الميكروسكوبي، يعني فيتشر مال السيلز نفرقهم فقط في وجود الانفيجن للبون والديورا والاذر بارت اوف ذا برين. هذه نقطه مهمه انه نعتبرها هذه مالجنت اذا صار عندنا انفيجن خصوصا للديورا وبعدين البرين والبون وكذا، اذا لقينا الانفيجن نقول عليها مالجنت، ما لقينا انفيجن نعتبرها هذه ادينوما بناين. السيلز مال ادينوما تكون مونومورفيك سيل بوليجونا، طبعا ما خليت لكم صورتها لا هنا ولا بالعملي لانه هي تقريبا يعني رير مو مع الاندر جراجويت، هي مو يعني رير بس يعني مو شغلكم، ما راح تشوفوها هوايه ما مطلوبه منكم، بس تعرفون شكل السيلز يونيفورم ممكن يكون او بليومورفيك، شوفوا يا اما تكون يونيفورم او بليومورفيك، يعني حتى في حاله انه هي بناين ممكن تكون بليومورفيك يعني مختلفه. احنا عاده البليومورفيزم هذا نعتبره فيتشر مال اكثر شيء مال مالجنسي، لذلك هنا يقول اذا مايتوسز او مايتوسز موجود بليومورفيزم موجود، بس احنا نعتمد على الاذر فيتشر مال الانفيجن حتى نقول عليها مالجننت. زين، ويقول الفانكشنال ستيتس، يعني احنا من نشيل الادينوما ونجي نفحصها مايكروسكوبيك للفيتشر مالتها ما راح يعطينا انديكيشن انه هي هذه فانكشنال او نون فانكشنال، طبعا هذا نعتمد على جماعه البايوكيمستري واللابراتوري انفستيجيشنز والكلينيكال diagnosis والكلينيكال فيتشرز مالتها حتى نقول هذه functional or not. زين، طبعا يقول انه incidental 10% 20% of normal adults يطلع عندهم بس مايكرو ادينوما، ممكن يكون نون فانكشننج وممكن الفانكشن مال يعني مو كلش الاعراض مالتها مبينه فما يكتشفوها، 20% هم عندهم مايكرو ادينوما بس ما مكتشفيها. واحدة من الأدينوما، طبعا هي الأدينوما راح يعني تكون types according to the hormones produced، ممكن يكون one hormone تنطينا، ممكن أدينوما تنطينا two hormone combination of hormones، فمسمياتها تختلف. عندنا مثلا البرولاكتينوما هي الموست كمان، اوكي هذا ايضا مهم، الموست كمان تايب اوف هايبر فانكشنال بيتوتري ادينوما البرولاكتينوما، وكلش كمان احنا عندنا ذولا خصوصا اللي يصير عندهم انفيرتيلتي دائما يكتشفوا في مرحله يعني من يجون يسوون انفستيجيشن للانفيرتيلتي، لانه البرولاكتينوما كلش ريليتد انه يسوي انفيرتيلتي، فمن يسوون انفستيجيشن يطلع البرولاكتين عالي يجون على الكوز يقول ادينوما. الهايبر برولاكتينوما شنو الفيتشرز مالتها لما يصعد البرولاكتين؟ البرولاكتينوما يعني تنطينا برولاكتين، هي بتوتري ادينوما تنطينا برولاكتين. الامنوريه ماكو منسترال سايكل، جالاكتوريا يصير سكريشن اوف ملك فروم ذا بريست وذاوت بريجنسي او وذاوت يعني تشايلد بيرنج ايج، ذول يعني بالبيريبيريوم. Loss of libido بالنسبة للميلز والفيميلز أيضا نفس الشيء، والإنفيرتيليتي بالنهاية.
زين مثلا عندنا الادينوما اللخة برودوس جروث هرمون، انتم تعرفون جروث هرمون حكينا قبل شويه انه هو يطلع من الانتيريال بيتويتري، فلما اذا السيلز اللي ريسبونسبل فور سكريشن اوف جروث هرمون صار بها هايبرفليجيا سوت لنا ادينوما راح يزيد عندنا الجروث هرمون. الجروث هرمون الافكت مالته يعتمد او الفيتشر مالته حسب اذا تشار قبل البابرتي واذا ورا البابرتي، اذا قبل البابرتي راح يسوي لنا جيجانتزم، راح الفيتشر مالته يكون ال تول كلش البيرسون ويكون يعني طبعا بالاضافه الى الاذر فيتشر، بينما اذا ورا البابرتي راح يسوي لنا الاكروميجالي اللي يكون عنده فيشيال كورسنس يعني النوز والماوث والايز يكون لارج يتغير، والايدين والرجلين ايضا تكبر، يجي البيشنت يقول لكم يعني السايز كبار الحذاء مثلا ما يجي عليه، فيا اما يسوينا جيجانتزم يا اما يسوينا اكروميجالي. بالنسبه للكورتيكوتروف سيل ادينوما هذه السيلز اللي ريسبونسبل فور الاي سي تي اتش، فبالنتيجه لما الاي سي تي اتش طبعا اليوم الكهرباء تلف والانترنت اتلف منها يعني ما اعرف شلون راح تكمل المحاضره، المهم الكورتيكوف هذه راح تعطينا اي سي تي اتش، والاي سي تي اتش راح ياثر على الادرينال والكورتيزون وجماعته والالدوستيرون وكذا، فراح يطلع لنا الفيتشر مال كوشن ديزيز او كوشن سيندروم اللي هو زياده الاي سي تي اتش. زين عندنا مثلا الجونادوتروف ادينوما، هذه جونادو اي جونادو هي جماعه الال اتش والاف اس اتش وكذا راح يزيدون، وبالنتيجه ايضا راح يكون افكت على الفيرتيليتي. الثايروتروف هذا مال الثايرويد راح يسوي لنا مثلا هايبوثايرويدزم او هايبر حسب الفانكشن مالته. البيتويتري كارسينوما كلش رير، local extension beyond the cella torsica قلنا الانفيجن كلش مهم. These tumor virtually always have distant metastasis، دائما احنا نكتشفها في مرحلة اللي واصلة metastasis. هذا الحكي كله اللي حكينا عن الادينوما والتايبس مالتهم هذا هايبر فانكشننج او هايبر بيتوتاريزم. هسه نجي على الهايبر بيتوتاريزم. الهايبر بيتوتاريزم شنو الكوزز مالتها؟ هو مثلا هي ادينوما بس نون فانكشننج ويعني ما تنطينا هرمونز، وممكن الافكت مالتها يؤذي المنطقه في بحاله السايز والكومبريشن، او عندنا اسكيميك نكروسز يصير بالبيتويتري نفسها، خصوصا في هذا مهم الشيهان سيندروم وماخذيه بالنسائيه اعتقد، اللي هو احنا عندنا بالبرجننسي عاده هواي تشينجز تصير فيزيولوجيكال تشينجز بعدين ترجع وحدها ورا الدليفري. واحده منهم انه يصير هايبرتروفي بالبيتويتري جلاند، راح تكبر السيلز مالتها راح يصير هاي، بالنتيجه لما تكبر هذه تحتاج بلاد اكثر، بلاد سبورت اكثر، بلاد سبلاي. مره بحاله الدليفري اكيد تعرفون انه يعني يصير بليدنج whether يعني cesarean or normal الحالتين هي يصير بهن bleeding، فإذا صار excessive bleeding في ال delivery وال post delivery area period هذه راح يقل ال blood supply، طبعا كل أنحاء الجسم هو راح يقل بس اللي bleed راح تتأثر أكثر، إذا صار يعني severe bleeding هي البيتوتري راح يصير بها اسكيميا وراح يصير الشيهان سيندروم اللي راح يصير هي infertility وراها. لذلك احنا كلش مهم عندنا ان شاء الله من نصير مقيمين البوست ديليفري انه نشيك البيشنت اذا اكو بليدنج قوي لو ماكو، ويعني اكيد راح يصير بليدنج بس لازم within normal range. كلش هذه مهمه المتابعه مال البيشنت ورا من تطلع من العمليه او بالبوست ديليفري بالنورمال ديليفري، ايضا ما تطلعون البيشنت الا تتاكدون، خليها عاده ايش كم ساعه احنا حتى بالنورمال يعني نتاكد منها نشيكها انه ماكو بليدنج قوي. يلا اللي يريد يطلع قبلها طبعا لازم يوقع على مسؤوليته، يلا طلعوني انه بعدين اذا رجع لكم بليدنج راح تصير مصيبه توقع براس الروتيتر، فانتوا لي قدام اوقع على مسؤوليته يطلع والله وياك. زين other causes of هسه واحدة من الكوزز قلنا اسكيميا اللي هو الشيهان سيندروم، واحدة من الكوزز مع الاسكيميا اللي يصير بالبوست ديليفري. other causes سوي لنا اسكيميا اللي هي دي اي سي disseminated intravascular coagulation، هذا راح يسوي لنا بليدنج وثرومبوسس باي مكان، وممكن واحدة منهن اللي تتاثر
البيتويتري تروماتيك انكريز انتراكرينال بريشر اياتروجينيك انفلاماتوري ليجن يعني كوزز ميتاستاسيس اي كوز ممكن يؤدي لنا البيتويتري راح يقلل الفانكشن مالتها. زين نجي على البوستيرير، هذا الحكي كله احنا بالانتيرير بيتويتري. البوستيرير اللي هي النيورو هايبوثيسيس قلنا تعطينا الاي دي اتش، الاي دي اتش اللي يسوي لنا اللي معروف عليه هو الديابيتيز انسيبيدس والان ابروبريت سكريشن اوف اي دي اتش اللي يسموه زياده هذا سكريشن اوف ان ابروبريت اي دي اتش تاخذوا بالباطنية. الديابيتيز انسيبيدس شنو؟ انه هنا راح الـ ADH هو responsible for يعني شنو الاكشن مال الـ ADH؟ هو يرجع لنا الواتر، يسوي لنا water retention للجسم. فالديابيتيز انسيبيدس لما يقلل الـ ADH او هو يسموه central و peripheral. الـ central اذا احنا الـ ADH عندنا قليل، والـ peripheral اذا عندنا احنا الرينال مشكله بالكدني مدى يصير بها ريسبونسيفنس للاي دي اتش، فمدى يرجع بالحالتين هو يا اما مدى تستجيب الكدني يا اما هو قليل، فبالحالتين ما راح يسوي ريتينشن للووتر فراح يصير بوليوريا، راح يظل البيشنت شكو ووتر بالجسم يروح للكدني ما راح يراجع راح يطلع، فعاده يعني يوصلون 20 لتر تقريبا اليورين اوتبوت مالتهم، فيعني اكيد الكومبليكيشن مالته ديهايدريشن وكذا. فهذا اللي هو ديابيتيز انسيبيدس اللي هو بارفرال او سنترال. اوكي نجي على الثايرويد جلاند، اهم شيء اليوم بمحاضره اليوم بالنسبه لي الثايرويد جلاند، وتوقعوا يعني هوايه اجيب لكم اسئله عليها اذا نظري واذا عملي. زين نجي على ثايرويد جلاند، احنا نعرف الثايرويد جلاند هي السايت مالتها بالنيك، واعتقد اخذتوها بالجراحه بالرابع انه الاكزامينيشن مالتها وكذا يعني عندكم معلومات عنها. الثايرويد جلاند تعطينا تي 3 والتي 4 والكنترول مالتهم بالبيتويتري اللي هو الـ TSH، واعتقد انتم كلكم انكلودد يعني حتى ب او فاميليال، وخصوصا هسه يعني كلش كمان التحاليل مالتها والاعراض مالتها تقريبا عندكم يعني بباركم، فاحنا راح ناخذ يعني شغلات اللي تفيدنا بالباثولوجي. عندنا الثايرويد جلاند ايضا يصير بها انكريز فانكشن نسميها هايبر ثايرويدزم او ثايروتوكسيكوسيس، ويصير ديكريز الفانكشن اللي هي الهايبوثايرويدزم. اهم شيء بالهايبو فانكشنينج مالتها او الهايبوثايرويدزم عندنا الهاشيماتو ثايرويداتس، وعندنا بالانكريز الفانكشن هو الجريفز ديزيز. ذني كلش راح يعني يجيكم بالعمل هواي راح يتكررن عليكم بالباطنية والكذا، فلازم تكونون فاميليار. بالنسبة للدايجنوسيس طبعا الدايجنوسيس معناتها يعتمد على الكلينيكال فيتشر بالبداية، واكيد الكونفرميشن راح يكون باللابراتوري، واكو بعض الديزيز يعني الديزيز اللي راح نشوفهم تحتاج كونفرميشن باي بايوبسي. مثلا عندنا يعني الهايبوثايرويدزم احنا مو اي واحد هايبوثايرويدزم يشيل الثايرويد ونفحصه ما راح نبدي شيء، عندنا مثلا الهاشيماتو هو يجينا ساينز وسيمتومز مع الهايبوثايرويدزم اللي هي مثلا الاوبيسيتي، البيشنت يشوف انه زاد الويت مالته، يصير عندهم مثلا كول دائما يعني كول تورلنس دائما يكونون بردانين، يصير عندهم لوس اوف هير خصوصا هذا يعني الهير ان جنرال او الاوتر ثيرد اوف ذا اي برو همينه، يصير عندهم اجما، يصير عندهم يعني ليست اوف سيمبتومز اعتقد يعني هذه تاخذوها بالباطنيه ان ديتيلز مو يمنا. الهايبرثايرويدزم مثلا يصير عنده ترمر بالايد، يصير عنده لوس اوف ويت، يصير عنده دائما هوتنس يعني يحس بحراره، يصير عنده اريثميا، يصير عنده اكزوثالموس هذه بالليت ستيج. ف يعني السايز والسمبتومز كلش هوايه، وطبعا تختلف بالتشلدرن والنيو بورنز ايضا السايز مالتهم تختلف،
فذولا بالبدايه من سامسونج بعدين تي 3 جي 4 تي اس اتش كلابراتوري انفستيجيشن الانتي بوديز ايضا موجوده باللابراتوريز كلش تنطينا يعني افكت بالدايجنوستس كلش مهمه. فاخر شيء نوصل للهيستولوجي. زين نجي على الهايبوثايرويدزم، حكينا يعني الفيتشرز مالتها الساينز اند سيمبتومز وقلنا اللابراتوري كلش مهم. نجي على الثايرويدايتس. الثايرويدايتس عندنا تايبس اوف ثايرويدايتس، واحده منهم واللي هي الموست امبورتنت وان اللي هي الهاشيماتو ثايرويدايتس او الكرونيك لينفوسيتك ثايرويدايتس. هو احنا عندنا لينفوسيتك ثايرويدايتس، طبعا هو احنا اكو سب تايبس هوايه بس نعطيكم الهيدلاينز والاكثر المهمات اكثر. الكرونيك لينفوسيتك ثايرويدايتس او لينفوسيتك ثايرويدايتس هي مرات يفصلوها عن الهاشيماتو، بس احنا يعني اكو كتب تدمجهم سواء لانه بالنتيجه ممكن هي تكون نفسها. الهاشيماتو ثايرويدايتس موست كومن كوز اوف هايبوثايرويدزم، اوكي هذه نقطه مهمه. اذا هي اول شيء موست كومن كوز، شنو السبب مالتها كلش مهم. اوتو اميون ديستركشن اوف ذا ثايرويد جلاند، اذا الكوز مالتها هو مو مثلا نقص اليود او كذا، الكوز مالتها هي اوتو اميون، راح تجينا انتي بودي تضرب الثايرويد تضرب الفوليكلز راح توقف العمل مالتها، فبالنتيجه ما راح تطلع لنا السيلز. جراديوال اوتو اميون ديستركشن هذه تجروها وراها خط وتنخفض. There is a trifemale predominance. طبعا in general كل ال disease بالثايرويد خصوصا autoimmune وحتى المالجنسيز كلها بالفيميل اكثر. زين والايج مالتها عادة فوق ال 50 بس احنا دا نشوفها يعني جوا ال 50 هواية. زين الباثوجينيسيس قلنا هو autoimmune disease اللي راح يصير شنو؟ راح يصير destruction of the راح يجي antibody سوينا destruction بالسيل. ايش راح يصير؟ replacement by mononuclear cell infiltration and fibrosis. بعدين راح يصير CD4 اللي هي يعني بدايتها هي CD4 وبعدين راح تجي تضربها ويسوينا destruction بالسيل وتجي الانفلاماتوري سيلز والانفلاماتوري سيلز راح تنطي السيتوكينز والسيتوكينز سيد الطين بله بعد راح تسوي لنا ديستركشن اكثر وتوكسيك برو. هذه الهوسه مال الانفلاميشن كلها راح تصير بالثايرويد. سي دي 8 ايضا تتدخل فهي هذه كلها راح تصير يعني وهي حالها حال اي انفلاميشن نتيجه هذه الانتي بودي ديستركشن اللي صار، فراح يصير ديستركشن بالثايرويد سيلز. زين فتطلع لنا بالنتيجه الايفكت يعني الفانكشن مالتها قليله، راح تطلع لنا فيتشر مال هايبو ثايرويدزم. الكوز مالتها كله هو اوتو اميون. يقول هوايه كيسز هي نتيجه يعني الجينيتيك كومبوننت كلش مهم بيها. وشلون اكتشفوا يعني حسب ما بالدراسات والبحوث اللي سووها انه مثلا الفريكونسي اوف ديزيز اكثر بالفيرست ديجري ريلاتيف، يعني شافوا انه لما واحد يصيب بهاشيماتو لقوا انه اي ممبر او دي فاميلي اخوه اخته ابوه امه ايضا عندهم، لقوا انه اكو فاميليز يعني حتى هم اللي عندهم مصابين ممكن يكون مصاب وعنده فيتشر مال هايبوثايرويدز مال هاشيماتو، وممكن يكون عنده سيركوليتنج الانتي بوديز موجوده او بس ما عنده فيتشر، يعني هذا هم يعني يعتبر بوزيتيف. هذه طبعا الفيتشر هذا ثايرويد هنا هي المفروض هيك مطبوقات واحده على اللوك هاي قصيها بالنص، شوفوا هذا الكروس سكشن مالتها او لونجتودينال هذا سكشن فاتحيها هيك عقول. عادة يشبهوها بالبوتيتاية الثايرويد مال يعني عادة بالجروس لما ننقطع من نشوف هيك نتوقعها هذه هاشيماتو يقولون تشبه البوتيتا الفيتشر جروسلي. زين طبعا ها والمهم بها انه سيمتريك انلارجمنت بالهاشيماتو وبالجريف ديزيز ديفيوز الباثولوجي راح يكون ديفيوز فراح يكون سيمتريك انلارجمنت. هذه النقاط مال السيمتريك
السيمتريك ونان سيمتريك بالثايرويد نركز عليها لانه تعطينا هنت على الدايجنوسيس. نقدر نسوي اكسكلوجن يعني مثلا المالتي نودولار جويتر ما تجي سيمتريك، راح نلقي بس طالعة منها مو كلها انفولد. فمثلا اذا جتنا سيمتريك هاي نسوي لها اكسكلوجن، او اذا جتي اسيمتريك احنا نسوي اكسكلوجن للهاشي معناته وكذا. زين مايكروسكوبي اهم شيء احنا ايش راح نشوف من اللو باور؟ نحط السلايد راح نشوف لينفوسايت كوما ونلقي حتى جيرمنال سنترز، يعني شلون الشكل مال الليف نود هالقد ما يعني هوايه لينفوسايتس. فهذه راسا تعطينا انديكيشن انه احنا في مرحلة يعني في وضع الهاشيماتو، نلقي لينفوسايت وممكن جيرمنال سنتر، ونلقي طبعا اتروفي بالفوليكلز. حطيت لكم الصورة مع الثايرويد اذا ناسيها بالعملي هسه نشوفها، الفوليكلز يصير بها اتروفي نتيجة الدستركشن. وممكن نلقي هيرثل سيل، الهيرثل سيلز هذه السيلز تكون لارج سيل وبيها هواي سايتوبلازم وشكلها وردي وهيك كبار. هسه اشوف لكم اياها بالعملي اللي هي ميتابليجيا او دي فوليكولار سيل نسميها هيرثل سيل. زين عادة يعني بالليت ستيج راح نلقي فايبروسز هواية صاير ديستركشن ورايح الانفلاميشن يجوز ماخذ تريتمنت وكذا، فواصل مرحلة كونكتيف تشو هواية راح نلقي فايبروسز. شوف هنا يقول لك painless symmetrical goiter symmetrical painless لانه عندنا راح تجينا بس pathologies تكون painful، فحتى نفرقهم مهمة انا ممكن present with hypothyroidism. طبعا هي hypothyroidism احنا ايش راح نلقي؟ راح نلقي بالhypothyroidism ال T4 وال T3 يكونون قليلات والTSH عالي. TSH ده يشتغل البيتوتري تفرز TSH بس يوصل على الثايرويد ماكو سيل تستجيب، السيل صاير بيها ديستركشن. هي المفروض نورمالي يطلع TSH من البيتوتري يجي للثايرويد، الثايرويد سيل راح تستجيب له راح تطلع لنا T3 T4. من يصعد الى مرحله معينه يعني وذ النورمال T3 والTSH راح يصير فيدباك للـ TSH يقولوا له اقولها البيتوتري وقفي بعد لا تفرزين لانه وصلنا الى المطلوب من الـ T3 T4. احنا هنا عندنا الثايرويد اصلا صار بها ديستركشن، السيل صار بها ديستركشن ما تستجيب، فتبقى البيتوتري تصرف TSH والثايرويد ما تطلع كل شيء، يعني يبقى بالبلاد الـ T3 T4 قليل مدى يطلع من الثايرويد، فلذلك راح تظل تفرز. فهنا راح نلقي الـ TSH عالي. patients often have autoimmune disease and increased B-cell. واحدة من الكومبليكيشن المهمة of هاشيماتو ثايرويدايتس اللي هي نون هوجكن لينفوما. هذه نقطة تجيكم أيضا مو تقولون ما هذا يعني دا أعطيكم المهم. طبعا اللي يحضر المحاضرة أو يسمع التسجيل 90% من الأسئلة من عنده، هذه 100% جايتكم بالMCQ. complication of هاشيماتو ثايرويدايتس هي النون هوجكن لينفوما والبابيلاري كارسينوما وكذا، يعني بس واحدة من المهمات هي البي سيل نون هوجكن لينفوما. زين هذه خلصنا من موضوع مهم اللي هو الهاشيماتو ثايرويدايتس. نجي ايضا موضوع مهم اللي هو الجريفز ديزيز. الجريفز ديزيز ذا موست كومن كوز اوف هايبرثايرويدزم، هو ايضا يصير بالتشلدرن هاي موست كومن كوز اوف هايبرثايرويدزم اند كاركترايز باي تريد اوف. راح يصير عندنا يعني شو وقت نقول عليه هذا جريفز ما نقول عليه هو ثايروتوكسيكوسيس او هايبرثايرويدزم ان جنرال، هذا ايضا اوتو ايمون. يصير به ثايروتوكسيكوسيس شوفوا ديفيوزلي انلارج ايضا سيمتريكال. ثايروتوكسيكوزيز اللي هو راح يزيد T3 T4 اكزوثالموس اللي هو راح نشوف bulging of the eye، نشوف العين هيك طالعة من عبالك يعني لأنه راح يزيد التشو اللي وراها الفاتي تشو. pre-tibial myxedema يعني في يقول في minority of cases. the peak incidence 20 إلى 40، شوفوا يعني يعتبر بالايج مالته بالصغار اكثر. ومن predominant حكينا انه كل هذه، شوفوا هذه الفيتشر مثلا يجيكم هيك سؤال بالعملي
هذا الأورجان شنو هذا؟ هاي بالصورة اللي على right side، هذه هي الثايرويد جلاند، two lobes بيناتهم الإسمس، المفروض رابطهم بس هو يعني عادة ينقصوا يا واحد من اللوبز يعني صغيروني، فهاي two lobes مفصولات، هاي الثايرويد تشوفون الفيتشر مالتهم اثنينهم يشابه تقريبا، صاير بي ديفيوز انلارجمنت، وهذه قاصي بالصورة اللي جواها. هذه الكلينيكال فيتشر مال الاكزوثالماس، تشوفون العيون شلون طالعه هيجي، فهذه كلش انديكيشن اوف هايبرثايروزم وجريفز ديزيز. يقول لك ايدنتيفاي ذا اورجان ديسكرايب ذا باثولوجيكال تشين، طبعا هذه اذا الامتحان حضوري راح يعني تكون هيك الاسئله، بس مع انه احنا الامتحان الكتروني فاذا نجيب لكم ام سي كيو. اوكي الباثوجينيسيز شلون يصير هذا الجريفز ديزيز؟ اوتو اميون ديزيز، ايضا اوتو اميون راح يصير عندنا هنا الانتي بوديز ما راح تسوي ديستركشن للسيل، راح تكون ستيمولايتنج انتي بوديز، راح يسوي لنا انكريز الفانكشن اوف ذا سيل والريليز اوف ذا هرمونز. اوكي ثايرويد ستيمولايتنج اميونوجلوبولين، زين عكس الهاشيماتو، فبالنتيجه راح يصير عندنا اكو اوتو انتي بوديز راح نلقيها باللابراتوري انفستيجيشن والكلينيكال فيتشر، وراح يزيد عندنا تي 3 تي 4، وايضا اوتو اميون هو ايضا جينيتكس اسبتبلتي وايضا سيركوليتنج اوتو اميون ديزيز يعني، بس الايفكت مالتهم يختلف. زين الثايرويد جلاند ديفيوزلي بات مودريتلي لارج وجوي سموث سوفت هايبريميك، شفتوها شلون حمراء صايره هايبريميك. الميكروسكوبيك فيتشر مال الجريف ديزيز، احنا عندنا الثايرويد فوليكلز هسه لما اشرح لكم اياها بالعمل يمكن احسن هنا أنا لانه ما راح تتخيلوها، انه راح يصير اللي هي فيتشر اوف هايبر بليزيا، راح نلقي سكالوبينج اوف ذا كولويد، الكولويد اللي هو سكريشن اللي راح نلقيه بنص الفوليكل، تشوفوها احسن. نجي على اذر باثولوجي اللي هو ديفيوز مالتي نودولار جويتر، هنا الديفيوز مالتي نودولار جويتر من اسمها مالتي نودولار يعني ثايرويد راح نلقي بيها اكثر من شوفوها هذه النيك طبعا شوفوا شلون مفصصة الثايرويد، طبعا هذه يعني طبعا ليت ستيج واصله يعني لانه يعني كلش كبيره ما معقوله لحد الان ما مدقلته، بس كوز هير اند ذير ما مسويت لها العمليه يعني ده هي يعني هيك تكون شكلها حتى لو اصغر هم يعني ممكن تبين بالاكزامينيشن، شوفوا شلون مفصصت نودولار، هذه الصوره اللي جواها هذه الرايت لوب وهذا الليف لوب وبالنص بيناتهم الاسمس، وده شوفوها شلون يعني الفيتشر مالتها irregular ولوب ما يشبه لوب و مالتي نودولار. زين المالتي نودولار جويتر مرات تكون يوثايرويد ومرات بريزنت وذ هايبوثايرويدزم وما بها فشي سبيسيفيك يعني الجروسلي تختلف من بيشنت الى اخر، مايكروسكوبيكلي تختلف حتى بالسونار يعني عاده لانه اكثر من كومبوننت فيها، راح نلقي بيها مثلا مناطق هيموريج نلقي مناطق نكروسز نلقي مناطق فايبروسز مناطق بها سيستيك تشينجز، يعني متى هي بالدايجنوسز مالتها. وعندنا نسميها اكو اندميك جويتر وسبورادك، الاندميك اللي هي عاده تصير يعني الايودين ديفيشنسي عندهم بالفود والهذي، وعندنا السبورادي جويتر اللي هو مور كمان بالفيميل عادة، هذا يكون فيزيولوجيكال يعني لما يصير عندنا يزيد الاحتياج للتي 4 والتي 3 نتيجه الجروث، وهوايه تصير خصوصا دول المراهقين يعني دائما نلقيها عندهم، ويعني احنا خصوصا يمنا يعني سبورادك اكثر مما هي اندميك. زين السبورادك جويتر كوز باي انجستشن اوف سبستانس انترفير وذ ثايرويد هرمون سينثيسيس مثلا كالسيوم كابج كوليفلاور، ذولي الاكلات اللي يقللون التاثر على سينثيسيس مال هذه، خصوصا مثلا احنا اللهانه نعرفها كلش كمان انه تقلل تسوي لنا هايبوثايرويدزم اذا واحد ياكلها بكميات كبيره، هيريديتري انزيم ديفكت هذه يسموها ديسهرموجينيك جوتر اللي هو يطلع انزيم
وهرمون او ما يشتغل او اكو مشكله به، وممكن تكون ايديوباثيك وممكن تكون انكريز الفيزيولوجيكال ديماند. زين مايكروسكوبيك اللي حكيناها قلنا نلقيها البربليجيا، فايبروسز، كولويد، جويتر، مرات نفتحها نلقيها بس كولويد، نلقي هيموريج، نلقي سيستيك تشينجز، يعني كلش فاريبل فيتشر. زين الاذر تايب اوف ثايرويدايتس اللي هو الاكيوت انفكشيوس ثايرويدايتس، من اسمه انفكشيوس، عاده يعني ماني اورجانيزمز تسوي هذه، يصير بي يعني اكستنشن من البلاد او دايركت سيدنج من الريسبيراتوري انفكشن، فعاده يعني هذا سيلف ليميتنج، يصير انفكشن يروح والبرزنتيشن يكون عاده بين وديفيكولتي بالسوالوينج وكذا. ريسك فاكتور من هم اللي اكثر معرضين للاكيوت انفكشن ثايرويدايتس هم المال نورشد انفنت، يعني ذول جماعة الإميونيتي القليلة كلهم يكونون أكثر معرضين للأكيوت إنفكشيا ثايرويدايتس. البالبيشن ثايرويدايتس عادة هذا يصير after vigorous examination. هسا أنتم مثلا من بالعمل تأخذوها بالجراحة أو بالباطنية examination مع الثايرويد، يظل واحد يجرب على الأخ واحد يجعط برغبة الله، فعادة مرات أكو وراها يصير هذا يسموه palpation thyroiditis، يصير وراها مثل يعني يكون painful thyroid وكذا. ممكن نشوف اكو change بالهرمونال اذا نسوي تحليل، بس هي self limiting وتروح ما بيها مشكلة. الريدر ثايرويدايتس هذه مهمة. الريدر ثايرويدايتس هي هذه طبعا مو وحدها، هي part من بس يعني multiple diseases تصير، اللي هي fibrosis يصير بالبادي عندنا، retroperitoneal fibrosis، mediastinal fibrosis، هسه نجيهم بعدين بالسوفت تيشو اذا لحقنا. هنا راح يصير نلقي الثايرويد شكلها والاكزامينيشن مالتها عبالك مالجننت، راح نشوفها صايره حجاره ولاطشه بالتيشو اللي دار مدايرها، فهاي يعني احنا بالبدايه نخاف منها، اذا نسحب منها بالاف ان اي راح نلقي دراي تاب، ما راح يطلع لنا كل شيء. لما نشيلها ونفحصها راح نلقى كل شيء ماكو، جاست فايبروسس، صايره فايبرس اللي هي نتيجه الاميونوجلوبيولين جي 4 والبلازما سيل وشغلهم اللي يسوي لنا قلنا بارت اوف بها. طبعا الدفرنشال دايجنوسيس مالتها الكارسينوما كلينيكالي بس مايكروسكوبيكلي راح تحل المشكله، اذا ما عندنا احنا يعني ما نعرف انه البيشنت عنده اذر ديزيز مثلا ريتروبريتونيال فايبروسس وهكذا، هذه راح نربطها راسا وياها. السبكيو ثايرويدايتس هذه همينة حلوة اللي هنا أو يسموها جرانيلوميتس ثايرويدايتس أو يسموها ديكويفيان ثايرويدايتس، هذه راح نلقي جرانيلوما مايكروسكوبيكلي لما نفحصها أو جاي سيلز إذا ما لقفنا الجرانيلوما زين، عادة بريزنت وذ سيمبتومز اللي هي كونستيتيوشنال سيمبتومز في فيروسور ثروت وكذا بين وسوالوينج مشكلة بي، بيصير ثلاثينات إلى خمسينات، عادة تريجرد باي فيرال انفكشن، بس هي سيلف ليميتنج، بس مرات البيشنت ما ينتظر يجي يعني فاز إنه عنده هاي السيمتومز، ناخذ نسحب من عنده بالبداية طبعا أي ثايرويد ليجن إحنا نسحب اف ان اي من عنده سايتولوجي، بعدين هلا نقرر عليه إنه هذا تايب اوف عملية الأوبريشن اللي راح تصير عليه على أساس ال FNA، لانه مو راسا يعني مو كل الديزيز تحتاج انه يشيلون الثايرويد كلها، هسه نجي وحده وحده ونشوفهم. فمن راح نشوف جرانيولوما وكذا هذه ننتظر بعد يعني سيلف ليميتنج ديزيز. نيوبلازمز اوف ذا ثايرويد. طلاب وياي؟ لو نشوف. Neoplasms of the thyroid. احنا عندنا causes of solitary thyroid nodule، هذه سؤال حلو ممكن يجيكم كأسي تعددوا لي اياها هنا Neoplasms، بس هيجي ك حطيت لكم مش كم وحده والنيوبلاستيك كونديشن. قلت لكم انه اول ما نبلش انه نشك عندنا تيومر او نيوبلازم بالثايرويد نسحب اف ان اي، راح نشوف السيل ممكن راسا نقدر ندقنزه اذا لقينا مثلا
فيتشر مال بابيلاري كارسينوما نقوله للسيرجن لازم تشيل، المفروض هو يعرف يعني انه يشيل الثايرويد كلها. اذا لقينا فيتشر مال مدولاري كارسينوما لازم يشيل الثايرويد والليف نود كلها. اذا لقينا مثلا مال فوليكولار ادينوما او كارسينوما فوليكولار سيلز يشيل اللوب اللي افكتد فقط، يعني ما نحتاج نشيل اللوب الاخر وهكذا. يعني لذلك الاف ان اي كلش مهم بالثايرويد. عندنا الادينوما الفوليكولار ادينوما والفوليكولار كارسينوما، الفرق بيناتهم احنا قلنا الادينوما بناي. طبعا اكو هنا راح تشوفون هذول المولكيولار فيتشرز مالتهم، الراس والبي 53 والمدري شنو والرايت والكذا، ذني كلهن كلش مهمات حفظا كل باثولوجي وشنو اللي راح يصير بين المولكيولار ديفكت اللي صاير بين. يعني اقول لكم بالبابيلاري كارسينوما تقولوا لي بيراف، اقول لكم بالادينوما والكارسينوما تقولوا لي الراس اونكوجين وكذا، كلهن مهمات يجنكم اذا ممكن ام سي كيو يعني او ترو فولس. فالادينوما عندنا الادينوما هي راح يصير يعني بس هايبر بليجيا بالفوليكولار سيلز. الادينوما والكارسينوما الفوليكولار ادينوما وفوليكولار كارسينوما الفرق بيناتهم ما نقدر نفرق بالاف ان اي لما نسحب او بالهيستولوجي الا بالكبسول مالتهم. الفيتشر نفس الفيتشر راح نشوفه، السيلز نفسها، الفرق اذا كانت بيها كبسول والكبسول not invaded by the follicular cell هذه نعتبرها ادينوما. لكن اذا كانت شوفوا هذه فيتشر مال ادينوما شلون well circumscribed وهذه الكبسول البيضة داير مدايرها وماكو invasion. صح هنا هاي المنطقة شوية واصلة للهذه بس يعني مايكروسكوبيكلي راح تبين هنا اكو كبسول thick كبسول ما صاير بيها invasion. فاحنا لازم بالفوليكولار سيلز الفوليكولار يعني باثولوجي ادينوما او كارسينوما لازم نفحص الكبسول مليم مليم، بناخذها القصه مالتها بحيث نفحص الكبسول دائما دايرها حتى نقول عليها اذا نوت انفيدد هذه ادينوما او نقول عليها كارسينوما. يعني كفوليكولار كارسينوما ديتا واثنيناتهم نفس الاونكوجين اللي راح يضرب اللي هو الراس، واللي لذلك يقولون انه ممكن تتحول الادينوما الى كارسينوما الى بقى. فاهم شيء بالدايجنوسيس بين الادينوما والكارسينوما انه الكبسول لازم تفحص، هذه تخلوها ببالكم. فاحنا لما نلقي فوليكولار سيل لما نسحب بالاف ان اي راح نلقي فوليكولار سيل نقول له ما نقدر ننطق اكو فوليكولار سيل، لازم تشيل لنا نص الثايرويد اللي هو اللي باللوب اللي افكتد وحتى نحكم عليه انه هذه ادينوما لو كارسينوما. نجي على التايبس اذر تايبس اوف ثايرويد كارسينوما، الموست كومن وان هي البابيلاري كارسينوما، ده تشوفون الفرق 80% بابيلاري كارسينوما. وطبعا هسه نجيها تنقسم الى مايكرو ومايكرو بابيلاري. الفوليكولار كارسينوما اللي حكينا عليها من عند الادينوما 15%، مادولاري كارسينوما 4%، انا بلاستيك كارسينوما 1%، والبورلي ديفرنشيتد كارسينوما ما حاطينها بيرسنت لانه هذا نيو سب تايب ضافوا لها اخر سنه يمكن او سنتين. زين يقول most thyroid carcinoma تقريبا كل thyroid carcinoma هي derived from the follicular cell ما عدا المدولاري كارسينوما راح تطلع لنا من السي سيل، وهسه نجي عليهم بالتفصيل. pathogenesis of the carcinoma مثلا البابيلاري كارسينوما شوفوا قلت لكم هذا هو الجينيتيك انفلونسز المهمات. البابيلاري راح يصير البيراف الموست كمان والرايت اونكوجين ايضا راح يصير بي ري ارينجمنت. الفوليكولار الراس فاميلي اوف اونكوجين، المادولاري من 2 ممكن اذا فامينيال ورايت اذا سبوراديك، الانابلاستيك بي 53. طبعا الانابلاستيك كلش اجريسيف يعني خلال شهرين يدي البيشنت ولا دايجنوسيس. انفيرمنتال فاكتور يعني ككوزز اوف ذا الكارسينوما ان جنرال او الثايرويد، اهم واحد هو الايونايزنج راديشن كلش مهم. يعني ايونايزنج راديشن كلش مهم خصوصا دولة جماعة هاي القنبلة النووية والكذا اللي وراها كلش صارت ابيديميك او الثايرويد كارسينوما. واي
تعرض للأبر بارت أوف ذا بادي هيد أند نيك للأيونايزنج راديشن كتريتمنت أوف كانسر يعرضنا البيشنت إلى إنكريز ريسك فور ثايرويد كارسينوما. كلش مهم الأيونايزنج راديشن. الأذر ريسك فاكتور لونج ستاندينج ماتري نودولار جويتر ممكن يكون يعني هو عادة ممكن يكون هو اصلا ب changes ما لاك فيها من البدايه وممكن يكون هو بحد ذاته هو risk factor. اكثر شيء يعني ما دام هي الموست كمان فهي اهم وحده بالنسبه لكم اللي هي البابيلاري كارسينوما قلنا الموست كمان بالفيميل اكثر. الجروس فيتشر طبعا ممكن تجينا اسمتوماتيك بالبدايه وممكن مرات احنا مثلا شايلين الثايرويد على غير شيء ممكن يكون مثلا ما في نودول على الجوتر ما بيها مشكله بس من السايز مالتها وهذه شايليها ومن نقطعها راح نشوفها طبعا بالتغطيه بالجروس دي راح تبين على شكلها هيك بيضه اذا ما مخليتكم صوره شكلها هيك بيضه لذلك احنا بالتغطيه نخاف انه اي شيء ابيض ناخذه خاف يطلع فايبروسس او يطلع بابيلاري كارسينوما شكلها يكون هيك ابيض يختلف عن التشو مال الثايرويد السايز مالتها اذا اقل من 1 سي ام تعتبر مايكرو بابيلاري كارسينوما واذا اكثر من 1 سي ام ماكرو مرات تجي البرزنتيشن مالتها راسا ميتاستاسز يعني وهوايه شايفين ويعني خصوصا يعني اخر كيس اتذكر شفناها كانت بيشنت 12 سنه او 16 سنه عندها بس سوالنج بالنك يعني عبالهم لينف نود او التهاب او كذا يعني حتى احنا صراحه من سحبناها ابد ما متوقعين توقعناها مال يعني غير باثولوجي يصير عندهم هذا الاي جي جي مال البراكيال سيست وكذا كارسينوما من هاي الحلوة كلش كلير وخطية بحيث يعني واصلة للفنوز كليتها وهي ما مدهنزتها زين. مايكروسكوبيك فيتشر كلش مهم بالثايرويد بابيلاري ثايرويد كارسينوما يختلف عن الباقيات كلش انه احنا الدايجنوسيس مال البابيلاري كارسينوما بالمايكروسكوبي او بالاثن اي يعتمد على النيوكليار فيتشر كلش كاركترستيك النيوكليار فيتشر ايش راح نشوف بيها ما خليت لكم صوره بالعملية راح تكون اول شيء الجراوند جلاس نيوكليا يسموها النيوكليس راح تكون كلير هيجي بيضة من نشوفها ننزل عليها جراوند جلاس شكلها صايرة شايفها جراوند جلاس يعني هذا الزجاج يصير هيجي مو صافي يسموه جراوند جلاس زين كلش باثوغنومونيك وكاركترستيك. الانترا نيوكليار سيدو انكلوجن بنص النيوكليا اللي هي جراوند جلاس او كلير راح نلقي بس نقطة سوداء هيجي صايرة نسمو سيدو انكلوجن يعني مثل الجسم جسيم او جسم صاير بنص النيوكليار. نيوكليار كليفتنج الكليفت هيجي بس خط صاير يعني هو طبعا هذا كله تشينجز بالنيوكليار ممبرين بس خط نشوفه قاسم النيوكلياي بالطول. بابيلاري اركتكتشر طبعا الاركتكتشر مال السلايد اللي راح نشوفها راح نلقيها صايره بابيلي هيجي بس احنا اذا حسب القصه يا اما تطلع طولانيه او تطلع مثل الدويره وبنصها فايبرو فاسكولار كور بلاد فيزل هيجي بنصها فهذه يسموها بابيلي. واكو شغله ثانيه اللي هي السامو ماباديز اللي هن عباره عن ديستروفي كالسيفيكيشن كلش كمان يصير ويا البابيلاري ثايرويد كارسينوما ويصير في مكان اخر بالاوفريان كارسينوما ايضا اخذناه في الفيميل جينيتال سيستم يسموه ساموما باديز هو يعني بالاصل هو ديستروفي كالسيفيكيشن زين. عادة يقول البرزنتيشن مالتها painless mass in the neck اذا واصله ميتاستاسز للليف نود او within the thyroid or هي present as الحلو بيها انه البروجنوسز مالتها حتى اذا بي ميتاستاسز مو كلش يعني ما راح يختلف عندنا البروجنوسز وطبعا كلش حلوه انه بس ان شاء الله يعني تقريبا يطلع البروجنوسز مالتها حاله حال النورمال ما راح تاثر خصوصا اذا مايكرو وان شاء الله كلها ما وصلت للليف نود ف يعتبروها اندولنت هي صح كارسينوما بس يعني
احسن كارسينوما بالثايرويد هي البابيلاري، يعني عاده يعيشون حياتهم طبيعيه، بس لانه هم يشيلون الثايرويد يعني يبقى معتمد على السبلمنت على مود الفيتشر مال او ريكوايرمنت مال الجي 3 جي 4. زين، الفوليكولار كارسينوما حكينا عليها قبل شويه وقلنا هي تطلع من الفوليكولار سيلز واهم شيء بها الانفيجن. شوفوا هذه الصوره، هذا دا تشوفوه بالنص الوردي اللي على الماوس، هذا الكبسول وهذه هي الفوليكولار سيلز مال الثايرويد. تشوفون هي المفروض لهنا وتوقف هنا واصله طابه بالبلاد فيزل، هذا الفراغ بلاد فيزل وطابه بالفوليكولار سيل، فهذا نعتبره انفيجن طالع خارج الكبسول. طبعا هذا البلاد فيزل هو وذن الكبسول، يعني فوقها هم هنا كبسول، بس هو يعني اكيد اكو بغير مكان، ما راح يعتمدون فقط على هاي النقطه، بس كفيتشر صوره انه هذه شلون طالعه من عبر الكبسول وقاعده بالبلاد فيزلز هذه السيل، فيعتبر هذا انفيجن فدخلت في خانه الفوليكولار كارسينوما. هي ايضا تقسم الى فرانكلي انفلتراتيف اذا طالعه من الكبسول وضاربه اكثر من البلاد فيزل بها بس عدد معين، او مينيمالي انفيزيف اذا مثلا مثل هاي الصوره بمثلا بلاد فيزل داخل الكبسول ما عابره خارجها، بس هي كلها كارسينوما. نجي على المدولاري كارسينوما، المدولاري كارسينوما هذه شويه تختلف لانه ما راح تطلع لنا من الفوليكولار سيل، راح تطلع لنا من البارا فوليكولار سي سيلز. زين، هذه السي سيل هي تفرز لنا الكالسيتونين، فبالنتيجه راح تكون احنا نصبغها كالسيتونين تطلع بوزيتيف، والكالسيتونين راح يزيد بالبلاد اذا فحصناه باللاب راح يطلع بوزيتيف. ممكن تكون سبوراديك اللي هي 80% of cases او familial associated with men syndrome، يعني مثلا اجيب لكم types of اعدد لكم التايب مال الثايرويد كارسينوما واقول لكم ياهو من هنا associated with men syndrome، تقولوا لي المدولار كارسينوما، اقول لكم انه all these types تطلع من الفوليكولار سيل ما عدا وحده تقولوا لي المدولار كارسينوما. اوكي، مايكروسكوبيك فيتشر تختلف عن الباقيات، ما راح نلقي فوليكولار سيل، راح نلقي سيل بوليجونال او سبنجل، وراح نلقي وياها بس انفلتريشن بلازما لينفو بلازما سيتيك انفلتريشن كلش كمان يصير وياها. واكو شغله ثانيه اللي هي الاميلويد ديبوزيتس، ايضا راح يصير هذا في الشيء شلون يشبه اللي اخذناه بالاوسيو ساركوما، هناك الاوسيو شو اسمه اخذناه اللي يصير هيك شيء وردي راح من بالي اوسيويد، يشبه الاوسيويد هيك يصير لون وردي فاتح بين السيل بالباك جراوند، هذا هو الاميلويد. زين، وايضا الريت اونكوجين يكون مضروب. طبعا المدولاري كارسينوما كلش اجريسيف عادة، يعني كل اللي شايفيهم مني يشيلها، طبعا يشيل كل الليمف نودز كل الليفلز مال النيك، يجينا بس ما ادري ايش كم علبة مال الليمف نود لازم نفحصهن واحدة واحدة حتى نشوف اللي وين واصلة، وعادة نلقيها هواية الليمف نود انفولف، يعني عادة يجون كلها متاسسة من الليمف نود صايرة، فعلى اساسها يسوون ستيجينج الى التيومر وينطون التريتمنت اللي حسب الستيج. يعني الانابلاستيك او اندفرنشيتد، طبعا معنى انابلاجيا يعني اندفرنشيتد كارسينوما، هذه كلش اجريسيف، قلت لكم يمكن شهرين او اربعة اشهر المفروض يعني يد البيشنت خلالها، عادة تصير بالاولد ايج، وحتى شكلها مايكروسكوبيكلي يختلف، تكون ايذر جاينت سيل او تكون سبندل سيل شكلها. طبعا تاخذ سايتوكيراتين من نصبغها، فكلش تعطينا انديكيشن انه هذه انابلاستيك كارسينوما. تجينا من يقول دي ديفرنشيشن اوف مور ديفرنشيتد تيومر، مثلا عندنا بابيلاري كارسينوما باقيه وصاير بها دي ديفرنشيتد لجينيتيك كوز موليكولار كوز اي كوز ممكن يصير لونج تيرم باقيه بابيلاري،
فبنقطة معينة من يصير بها دي ديفرنشيشن تتحول إلى أجريسيف أنابلاستيك كارسينوما. عادة يجيكم بالسؤال إنه هو أولد إيج البيشنت والفيتشر كلش أجريسيف، أو يعطيكم مثلا سايتوكيراتين بوزيتيف صابغيها، هذه فيتشر مال أنابلاستيك كارسينوما. هسه يعني خلصنا من الثايرويد، أخذنا البنان والمالجنت المهمات وقلت لكم ركزوا عليها لأنه مهمة. هسه نجي على الباراثايرويد جلاند. الباراثايرويد جلاند تعرفوها هي صايرة وذن الثايرويد كومبليكيشن مالتها، وهو المو يعني إذا سووا كومبليت ريموفال أوف ذا ثايرويد المفروض أعتقد يزرعوها بالفور ارم او الارم هيك يعني شو السيرجنز بعد. زين الهايبر باراثايرويدزم نقسمها الى برايمري وسكندري وتيرشيري. الهايبر باراثايرويدزم نعرف انه هي ريسبونسبل فور الكالسيوم ليفل. البرايمري هايبر باراثايرويدزم يعني المشكله بالباراثايرويد نفسها، السكندري والتيرشيري اللي هي نتيجه الرينال فيلير. زين الموست كومن كوز اوف هايبر كالسيميا هو الأدينوما، هذا أيضا يجيكم ممكن سؤال، 80% أدينوما وراها الهايبربليجيا والكارسينوما. الأدينوما حالها حال أي أدينوما راح تكون سوليتري ويصرقم، طبعا هنا سوليتري مهمة لأنه حتى نفرقها عن الهايبربليجيا، يعني راح تجينا بس أدينوما وحدة من الهن، نعرف إنه شقد هن مجموعة الباراثايرويد أربعة، وحدة منهن راح تجي تكون بها الأدينوما. الهايبربليجيا involve all the glands. الكارسينوما hard tumor adherent من الفتحة السيرجن. زين
ها طلاب سوري، فقد الكهرباء لما شغل مولد. هسه السكرين واضحة يمكم؟ لو نرجع نسوي شير. دكتورة سوي شير ما موجودة. هسه هسه تمام. بدنا نشوف التسجيل انقطع ولا لا. يسجل وين كنا نحكي؟ زين، على الهايبر باراثايرويدزم. الكرايتيريا اوف مالجنسي بالهايبر باراثايرويدزم هي الانفيجن والميتاستاسيس، يعني ايضا ما راح نقدر نفرق بين الادينوما والكارسينوما بالهيستولوجي الا في حاله وجود انفيجن او ميتاستاسيس يلا نعتبرها، وكذا الحال ايضا في حاله الادرينال. هسه همين نجيها همين نعتمد على الانفيجن والميتاستاسيس حتى نعتبرها مالجنانت. changes in other organs in هجج الهايبر باراثايرويدزم skeletal changes راح تصير نفرو مشاكل بالكدني نفروليثياسيس ونفروكالسينوسيس نتيجة الهايبر كالسيميا ميتاستاس كالسيفيكيشن ما اخذين انتو التايبس مال كالسيفيكيشن عندنا الديستروفيك اللي يصير بالتيشو الديد تيشو يصير بكالسيفيكيشن وميتاستاس كالسيفيكيشن يصير بالنورمال تيشو يسموه ميتاستاتيك كالسيفيكيشن. وسكاليتال تشينجز هوايه خصوصا بالسمول بونز تبين عندنا بالهاند وهذه نتيجه الهايبر كالسيوم. الهايبوبيتوتاريزم ممكن الكوزز مالتها اياتروجينيك، مثلا يشيلون يشيلون الباراثايرويد جلاند بالخطا دورين ثايرويدكتومي. كونجنيتال ابسس هاي اصلا ماكو باراثايرويد جلاند، وطبعا هو وياها الثايرويد ممكن ماكو وياها الادرينال، هواي جلاندز تكون بهذا بس سندروم ماكو علاقه باسمه. الاوتو ايون هايبر باراثايرويدزم كاي اوتو ايون ديزيز ممكن يضرب الباراثايرويد يسوي لنا ديستركشن. The major clinical manifestation of hypoparathyroidism اللي هو الهايبوكالسيميا، واحنا الهايبوكالسيميا شلون بريزنتد عادة يجينا يصير عنده بس سبازم بالمصل بس يعني مشكلة بالارثميا يصير بالهارت او مشكلة حتى بالبريذنج بالرسبيراتوري يصير عندهم سيجار هواي. هسه شوفون الطوارئ ان شاء الله من يداومون يجون عندكم عندهم فيتشر مال هايبو كالسيميا. مرات ما تفرقوها عن الاتش واي اس يجون يعني اكو هسه تشوفون من يداومون شلون يجوكم دائما عندهم سبازم بالهاندز بالهذي عندهم مشاكل بيها فشويه تخبط ويا الاتش واي اس، يعني حاولوا تتاكدون يلا تشخصون البنكرياس كاندوكراين عندنا الديابيتس ميليتاس اللي هو الدي ام، يعني الموضوع هو كلش كمان وكلش مهم واكيد عندكم هواي معلومات عنه. اوتو اميون يصير ديستركشن اوف ذا سيلز اللي ريسبونسبل فور سكريشن اوف انسولين وعاده يبدا من ايرلي ايج. والتايب 2 اللي هو انفايرمنتال صح يدخل بالجينيتيك بس عادة يعني الباثوجينيسيس مالته مو كلش كلير التايب 2. زين اللي يقول ليش الديابيتيز مهم؟ لانه كلش كمان 7% اوف ذا بوبيوليشن عدد مو قليل، واعتقد يعني هسه يجوز بالدراسات الاحدث يكون اكثر لانه كلش كمان صاير انكريز ريسك، لانه الكومبليكيشن مالته كلش مهمه اللي هي اثيروسكلروسيس واحنا حكينا عليها بالهارت في واحده من الكوزز. Cerebrovascular disease السي بي اي وجماعتها leading cause of chronic renal failure كلش مهم طبعا، حتى لو الفيتشر احنا ما عندنا مال chronic renal failure بس بعدين هسه تاخذوه واعتقد اخذناه احنا هم نطينا بس هنت عليه في محاضرات الرينال انه قبل ايش قد من السيمتومز هو احنا عندنا body renal changes.
adult onset blindness هذا نتيجة المايكرو انجيوباثي اللي يصير كل شيء يأثر. لذلك احنا جماعة الدي ام دائما لازم يسوون روتين فولو اب روتين يعني تشيك اب للفيجن مالتهم يعني طبيب العيون لازم دائما يسوون زيارات كل شيء تأثر الاي. النون تروماتيك لور هذا الجانجرين كلش كمان خصوصا دول النيجلكتد بيشنت اللي انكونترول دي ام ايضا هذول راح يصير عندهم بريفرال نيوروباثي واحده من الفيتشر اور كومبليكيشن مال الدي ام فاطرافه ما يحس بيها كلش فعاده يتعور ينضرب ما يدري بيه فيبقى نيجلكتد الووند وراسا هو اصلا جود ميديا فور انفكشن لانه الجلوكوز مفول يما فراسا يصير انفكشن فالهيلنج مالته يصير كلش صعب وعاده ينتهون بجانجرين وامبوتيشن وهواي هسه شوفوها بالجراحه كلش كمان. الكلاسيفيكيشن قلنا تايب 1 اللي هو لس كمان 10% والتايب 2 80%. التايب 1 اللي هو ابسولوت ديفيشنسي ما عندنا انسولين يعني اوتو اميون اتاك اوف ذا بي سيل يصير بي سيل ديستركشن فما راح يفرز انسولين لذلك دائما احنا التايب 1 التريتمنت مالتهم يكون بيور انسولين يعني بس يعتمد على انسولين هاي الحبوب كلها ما تفيده بينما التايب 2 راح يصير عندنا ديستركشن او عاده هو راح يبدا خصوصا اذا منتبهين يعني اكثر اللي بدايه الدي ام اول ما يبدا عندهم دي ام والاعراض مالته ما يبلشون ويا علاج راسا حبوب وهذه لان يا الحبوب شلون تشتغل؟ يعني اكو نوعيات تشتغل على البي سيلز تسوي لها ستيموليشن حتى تفرز واكو تشتغل على البريفرال ريزيستنس لانه عاده ذولا هم اللي بالبدايه ممكن يكون بس مجرد البريفرال ريزيستنس الجسم والعضلات وهذه ما تستجيب للانسولين فعاده يقول لك قلل الوزن العب رياضه ذن الامور تزيد البريفرال ريزيستنس فراح ترجع الامور طبيعيه ممكن يعني خلال فتره يرجع النورمال ليفل اوف ذا جلوكوز بالبلد وينتهي الموضوع ممكن يعني نتيجه خرب خربطة معينة صايرة فإذا واحد ليش يقول دائما رياضة ما يعني هواية احنا شايفين حالات انه مجرد قلل الوزن ولعب رياضة رجعت البريفرال ريزيستنس نورمال وراح الأعراض مال الدي ام واكو لا هم واصلين ستيج يعني يحتاجون تريتمنت. زين هذه بس دايجرام فور يو يعني على مود تشوفون الميكانيزم والباثولوجي مالته. نجي على تايب 1 قلنا اوتو اميون ديزيز جينيتك سنسبتيبلتي وانفايرمنتال ايضا المشكله وين عندنا تي لينفوسايت تي لينفوسايت راح يسوي لنا هذا الديستركشن بالسيل وبعدين نفس التفاصيل مال الاوتو اميونيتي بكل مكان يصير انجر وتدخل الماكروفاج وتدخل السايتوكيز وبالنهايه راح نسوي لنا ديستركشن بالاورجن. عندنا الشيء المهم انه راح نلقي اذا يعني شلنا البنكرياس راح نشوف نكروسز اند لينفوسيتك انفلتريشن انسولايتس. اذا اجيب لكم الانسولايتس او لينفوسيتك انفلتريشن وين القيها تقولوا لي بالتايب 1. زين يقول اوتو انتي بوديز ايضا ممكن نلقيها بالبلاد واحده من الانديكيشن اوف انه الموضوع هو اوتو اميون ديزيز. بالنسبه للتايب 2 الباثولوجينيسيس قلنا ما يعني يختلف يعني ما مرتب لحد الان مو كلش يعني ابروف بس انفايرمنتال فاكتورز الاوبيسيتي الشغلات اللي تقلل البريفرال ريزيستنس الستريس. ستريس احنا عندنا كلش مهم خصوصا في يعني مجتمعاتنا نشوفها دائما اكثر حالات التايب 2 دي ام تبلش ورا ستريسفول كونديشنز. يا جينيتك فاكتورز اكيد كلش مهمه ايضا. زين اللي راح يصير عندنا بالتايب 2 اللي هو ديكريز يعني انكريز ديكريز او انكريز الريزستنس يعني ديكريز السنسيتيفيتي للانسولين. والشغله الثانيه هي البي سيل ديسفانكشن مانيفستد از انادكويت انسولين سكريشن اللي هو يعني احنا الكوزز مال البي سيل ديسفانكشن هي هذه اللي لحد الان تقريبا ما معروفه والبريفرال ريزستنس بها تفاصيلها فراح يفرز انسولين نورمال احنا ما عندنا مشكله بالبنكرياس بس الباقي التشو ما تستجيب. زين والليت كومبليكيشن والمورفولوجي عندنا البنكرياتيك تشينج راح نلقي بنكرياتيك تشينجز بالتايب 2 دي ام. ممكن نلقي الايلت سيل قليله طبعا هذا نحكي هيستولوجي. اليوكوسيتيك انفلتريشن
ايضا موجوده انسولايت سبايكي ليمفوسايتس. اميلويد ريبليسمنت، هنا الاميلويد مهم، الاميلويد مهم بالتايب 2. اذا اقول لكم الاميلويد وين تقولوا لي بالتايب 2. انسولايتس اكثر بالتايب 1. الاكسترا بانكرياتيك تشينج، الماكرو فاسكولار ديزيز اللي هي الاثيروسكلروسيز، والمايكرو فاسكولار ديزيز اللي هي الانجيوباثي اللي راح تصير بالرينال وبالريتينوباثي اللي راح تسوي لنا. يعني البلاد فازل ان جنرال كلها تتاثر بالجي ام. هيالين ارتريوسكلروسيز ايضا واحده من الديزيز اللي راح تصير. ديابت مايكرو انجيوباثي حكيناها، ديابت نيفروباثي ايضا حكيناها، حكيناها قبل برينال انه كلش ايرلي راح تبدا الافكت مالتها، وتقريبا 10 سنين من بدايه التشينجز بالرينال راح تبين السيمبتومز مالتها، فنكون احنا ما ملاحظين اصلا على البيشنت. زين هذه خلصنا من البنكرياس. طبعا بها يعني اذر تيومرز تقريبا ماخذيهم احنا بالجي اي تي، ذولا الانسولينوما وما ادري شنو، يعني ناطقهم هنا هناك فكره عليهم فما دخلنا بتفاصيلهم. الادرينال كورتكس، هسه نجي على الادرينال. احنا نعرف انه تعطينا الجلوكوكورتيكويد الكورتيزول وجماعته، والمينرال كورتيكويد اللي هو الالدوستيرون والسكس الستيرويد استروجين واندروجين. ايضا الهايبر فانكشن هي نسميها الهايبر ادرينالزم، تنطينا المن يزيد يعني البرودكشن اوف دول الهرمون، ممكن يسوي لنا كوشن ديزيز اذا زاد الكورتيزول، يسوي لنا هايبر الدوستيرونزم او ادرينو جينيتال فيريلايزيشن اذا زاد السكس هرمونز. الكوشن سيندروم او مرات كوشن ديزيز يسموه، كوزز مالته هو يا اما اكزوجينس، مثلا بيشنت ياخذ ستيرويد وشايف فيهم هواي هسه تركيز عليهم بالاعلام هذول جماعه الستيرويد وقفوا لا تنطوا الافكت مالته انه يسوي اوبيسيتي ويسوي عاده حتى هذول المشهيات اللي شرابات ينطوهم او يقول لك تسمن وعبالهم الطفل او البيشنت استجاب وقام هو بالحقيقه ستيرويد، يعني راح يسوي لنا هايبوغلايسيميا ويزيد الريسبونس مع البدي حتى ياكل اكثر. طبعا كلها هواي سايد افكت بالستيرويد، لذلك الاكزوجينس كلش طبعا احنا ما شاء الله ستيرويد ما ينزل من ايديهم البيشنت. الاندوجينس مثلا يكون سنترال مثل هايبوثالاميك بيتوتري ديزيز راح يسوي لنا كوشن ديزيز. والادرينو كورتيكال هايبر بليجيا، النيوبليجيا هي نفسها الادرينال تطلع لنا اكثر اندوجينس. اكتوبيك اي سي تي اتش سكريشن، هذا واحده من البارانيوبلاستيك سندروم اللي حكينا عليهم، ايضا تعطينا اي سي تي اتش، والاي سي تي اتش راح يسوي لنا ستيميوليشن للادرينال حتى تعطينا ستيرويد. او عندنا هي الكوشن ديزيز اللي هو مشكله باللاين بين الهايبوثالاميك بيتوتري، فراح يصير هايبر سكريشن اوف اي سي تي اتش، ما راح يصير فيدباك ميكانيزم حتى اذا يعني زاد عن حده. زين الادرينو كورتيكال ادينوما، ادرينو كورتيكال ادينوما قلنا نفرقها عن الكارسينوما عادة بالميتاستاسيس، وطبعا عادة دول جماعة الكارسينوما شايفين حالاتهم يعني خطية، دائما يجون بالليت ستيج الى واصل مرحلة ميتاستاسيس بس مرة يلا يكتشفوها، فيعني البروجنوسيس مالتها كلش مزعج، يعني اقل من سنتين تقريبا. الفيوكروموسايتوما اذا سامعين بها واذا ما سامعين بها حتى تعرفوها، نيوبلازم كومبوز اوف كرومافين سيلز. زين سينثيسايز اند ريليز الكاتيكولامان اللي هي الابينفرين والنوبرف، هذول يعني عاده يجون ان كنترول هايبرتنشن، دائما البلاد بريشر مالتهم كلش معلق وما يستجيب لهذه الروتين تريتمنت اللي نعطيها، فيشكون بهم في كروموسايتوما، هذا انفستيجيشن السي تي ولا ام ار اي والكذا راح يوقفوها. المالجنسي بالفيوكروموسايتوما طبعا ودول يعني حتى العمليه مالتهم من يشيلوها، يعني هي الفيوكروموسايتوما اذا ما صار بها مالجنس تشينجز تنشال وترجع الامور طبيعتها، بس لما يشيلوها لما هاي التحضير مال البيشنت قبل العمليه كلش مزعج، لانه يعني راح ذني المفروض ينزلوه الى مستوى معين وبعدين يلا حتى ما يصير هذا الفرق وراء ما يشيلوها.
زين الدايجنوسيس اوف مالجنسي بالفيوكروماسايتوما يعتمد على الميتاستاسيس مثل الادرينال مثل قلنا البيتوتري كارسينوما مثل الفوليكولار كلها تعتمد على الميتاستاسيس مو على هيستولوجيكال تشينجز. النيوروبلاستوما نيوروبلاستوما يمكن احنا اخذيها قبل حسب ما اتذكر ما اعرف بيا سيستم بس هم انا ارجع عليها اذا ما ماخذيها جزء متوهمه. ذا تيومر النيوروبلاستوما طبعا هي ريليتد للادرينال هذه الجروس فيتشر مالتها مايكروسكوبيكلي مهمه المايكروسكوبيك فيتشر مال النيوروبلاستوما طبعا بيها يعني تقسيمات لانه يعني حسب الماتوريشن مال السيل بس ما اريد ادخلكم تفاصيلها راح نشوفها سمول primitive appearing neuroblast نسميها لأنه بعد ما صار بها differentiation تكون small round blue cells مثل ما أخذناها بغير مكانات dark nucleus كان cytoplasm السيارة تكون صغيرة وزرقة وتقريبا النيوكليس هي ماخذة السيارة كلها cytoplasm كلش قليل الميتوتيك activity يكون عالي بليومورفزم بيناتهم عالي زين بالباك جراوند راح نلقي بس light pinkish fibrillary material هذا يعني مو كل الليفلات مال الماتوريشن راح نلقيه فهو طلع بس انديكيشن على الماتوريشن يعني مو شغلكم بس فيتشر اوف نيوروبلاستوما اذا هي سمول راوند بلو سيلز ومايتوسيس وبليومورفيزم زين راح نلقي فشي اسمه روزيت عادة بذني النيورولوجيكال تيومرز نلقي فشي اسمه روزيت، الروزيت شنو راح يكون؟ مثل الدويرة سيلز اكو ترو روزيت واكو فولس روزيت، السيل تكون مترتبة هيك مثل الدائرة وبنصها بس بلاد فيزل، هذه سميها روزيت، إذا شوفوها يعني تفهموها أكثر بس يعني أنا يعني ما دخلكم هواية لأني أصير عليكم بالعملي. لحد الآن احنا لحد هنا خلصنا النظري مال الاندوكراين هسه راح افصل وندخل ميد جديد على مود نبلش العمل ايضا ونسجل لكم يا ثانك يو فيري ماتش